صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله 3 قرارات لسنة 2019، ونص القرار رقم 2 بتعيين مديرين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. جاء فيه أنه يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من أحمد حسن حميدان مديرا لإدارة الرقابة الداخلية المركزية، محمد عبد الحكيم عبد الملك مديرا للإدارة المركزية للمشتريات الحكومية. ونص القرار رقم 3 بتعيين مدير في ديوان الخدمة المدنية، جاء فيه أنه تعين السيدة نورة ماجد الغتم مديرا لإدارة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية. فيما نص القرار رقم 4 بتعيين مدير في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، جاء فيه أنه يعين السيد أحمد عباس علي أسيري مديرا لإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.